كما تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 480 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 128 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 31 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 70 طنا. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 27 طن أسمنت. كما تم ضبط 712 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 63 قضية خبز ناقص الوزن و64 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 105 أطنان.